وش تقول في التحدي يا عبد الله؟ بيت التحدي بيت. عطني اعلان تحدي الان. لحظات الصمت ترى يا رجال لا تعلن التحدي يا رجال لا تعلن تحديك من بدري بدري. تبى تاخذ القسمه ولا هي على اثنين اثنين. هذا بيت ارتجالي ترى. طيب يا بيت التجاري يا رجال تعال يا رجال ما انت ماخذ الا الدجاجه هو طالع ولا احنا بناخذ 300 ان شاء الله. هذا الله الله خلاص اعطونا دجاجتكم اذا اخذتوا 300 اعطونا دجاجه يلا انطرنا. شباب متحمسين.